قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان، كما تقدم رئيس مجلس النواب بالتهنئة للشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وننتهز هذه المناسبة الطيبة لنتقدم إلى شعب مصر وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الدينية الجليلة، راجين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالخير والبركات وأن يكلل مسعانا وجهودنا في خدمة شعب مصر بالنجاح لبلوغ أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان. وكل عام وحضراتكم بخير، ومصر وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير.